السلام عليكم والزول في اللون، مرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياس. كاخبار كما راكم تشوفوا، يعني حصريا تصريحات المدرب بوزيدي البارحه عندما حل ضيفا على حصه كان الفوت، قال لك لو لم تكن شركه موبيليس على راس الفريق لا فكرت 4 مرات قبل اتخاذ القرار بالقدوم الى الفريق من دعمه. اشكر اداره شبيبه القبائل وشركه موبيليس على ثقتهم، وهم من ساعدوني على ايجاد حل من شبيبة جيجل بخصوص وثائقي. شركة موبيليس تقوم بعمل كبير جدا وأشكرهم على ذلك، وحتى الرئيس وأعضاءه قلك مواقي تحرر رفقة اللاعبين ككل، وهو الذي كان صائما عن التهديف أصبح يسجل في كل لقاء. أقوم ب4 أو 5 اجتماعات مع اللاعبين وهم مشكورين يعني على تفهمهم وتطبيقهم للتعليمات. قالك صنعنا جو رائع داخل الفريق وكنا عائلة واحدة. إخراج آدم أرجم يعني أمام المولودية ما بين الشوطين كان تكتيكيا، وهو فهم الرسالة جيدا. قالك الكل يدافع والكل يهاجم ولم يحدث أي مشكل بيننا، قالك ما كان حتى مشكل مع آدم أرجم. مجادل كان كريم، وهو من منح الفرصة لحديد من أجل المشاركة. عندما وصلت للفريق وجدت مجادل حارس أول، وهو حارس رائع ولا أحد ينكر ذلك. بدأت العمل معه، ولكن بعد مباراة اتحاد العاصمة لم يأتي ووقع له حادث مرور بالسيارة، وهذه مشكلته يعني قلت اتصلت به والحمد لله سلامت، ولكن ضيع حصص تدريبية ومن هنا أعطيت الفرصة لحديد. حديد يقدم لقاءات جيدة، نحن نفوز ونعود بنقاط من الخارج ولا يمكننا نزعه. قالك ما نقدروش ننزعه. من في الفترة الأخيرة مجادل أصبح يأتي مرات قليلة، وهذا بسبب مرض والدته، وقبل التنقل إلى تربص العاصمة أتاه اتصال هاتفي بأن والدته مريضة جدا وسمحت له بالمغادرة. أتمنى الشفاء العاجل لوالدة مجادل. سمير سمايلايجيتش لديه الإمكانيات، ولكن أنا منحت الفرصة لمواقي الذي يقدم ما عليه، ومن الصعب الاعتماد عليه في هذه الوضعية. سأشارك المهاجم سمير في المباريات الودية التي سنلعبها وسأراه عن قرب، وما عليه سوى أن يبرهن في اللقاءات الودية. زردم متأخر كثيرا عن المستوى البدني والذهني، صحيح هو يعمل لكن لا زال بعيدا جدا. معطلة أتيحت له الفرصة وقدم أداء جيد جدا ونحن سعداء له، من الضروري بقاء بوعليا موسم إضافي في مع الفريق وهذا في صالحه قبل الاحتراف. قالك في الوقت الراهن أفكر فقط في ضمان البقاء ومستقبلي مع الفريق تحدده الإدارة، مهما كان قرار الإدارة بخصوص مستقبلي سأقبل ذلك وأنا هنا في خدمة الفريق. لايك الفيديو خوتي، ما تنساش تابوني وتبارطاجي هذا الفيديو، وخليونا الآراء تكون في التعليقات ما رأيكم في التصريحات التي قالها بن بوزيدي، يعني الذي قالها بوزيدي مدرب شبيبة القبائل، واش قال في التصريحات نتاعو. ماذا بينا ان شاء الله تخليونا الآراء تكون نتوما كجمهور في التعليقات باش نستفادوا من بعضنا، وما تنساش دير جام وتبارطاجي هذا الفيديو.